في الفيديو الأخير بدأنا معرفة المساحة السطحية لجدران هذا البناء ذو المظهر الغريب، حيث سقف هذه الجدران عرف على أنه اقتران F لـ XY يساوي X زائد Y تربيع، ثم قاعدة هذا البناء أو محيط الجدران عرف على أنه المسار. لدينا دائرة نصف قطرها 2 طول هذا، ثم نذهب ثم نأخذ لليسار، بعدها تذهب واي للأسفل على طول محور إكس، وهذا البناء لدينا. في الفيديو الأخير عرفنا أولا مساحة الجدار. يمكنك التفكير في مسألتنا الأصلية، نريد معرفة التكامل الخطي على طول مسار مغلق. هذا التكامل الخطي المغلق على طول مسار مغلق C لـ F الـ XY، دائما نضرب F الـ XY ضرب مسافة صغيرة قليلة من مسارنا هي DS. نكتب هذا بطريقة أكثر تجريدية. كما رأينا سابقا أسهل طريقة هي تجزئته إلى مسارات متعددة أو مسائل متعددة. يمكنك تصور كل المحيط أو كل المسار المسمى C، ويمكن تسمية الجزء هذا عرفناه في الفيديو الأخير C1، وهذا الجزء نسميه، سأضع إشارة هنا، C2، وهذا المؤشر إليه C3. سنعيد تعريف أو تجزئة التكامل الخطي. هذا التكامل الخطي المغلق إلى 3 تكاملات خطية غير مغلقة سيساوي التكامل الخطي على طول المسار C1 لـ F الـ XY DS زائد التكامل الخطي على طول المسار C2 لـ F الـ XY DS زائد التكامل الخطي على طول المسار C3 لـ F الـ XY DS. وفي الفيديو السابق أخذنا حتى C3، لقد عرفنا هذا الجزء من المنحنى تماما. هنا المساحة السطحية كانت تساوي 4 زائد 2 باي، والآن نحصل على الجزئين الآخرين. دعونا نفعل C2. إذن هذا التكامل الخطي التالي. لكي نفعل هذا علينا القيام بآخر تحديث للثوابت X وY، إنها سوف تكون مختلفة عما فعلناه لهذا الجزء. لم نعد على طول هذه الدائرة، فقط على طول محور Y. طالما أننا هنا إذن X بالتأكيد ستساوي 0، إذن تحديد الثوابت لدي أن X تساوي 0 إذا كنا على طول محور Y، إذن X بالتأكيد تساوي 0. ثم Y يمكننا القول أنها تبدأ عند Y تساوي 2. Y تساوي 2، سنقول Y تساوي 2 ناقص T، حيث T بين 0، T أكبر من أو يساوي 0 وأقل من أو تساوي 2. عندما T تساوي 0 نحن عند هذه النقطة هنا، كلما زادت T نحو 2 سنتحرك إلى أسفل محور Y. في النهاية عندما T تساوي 2 نكون في النقطة هذه. هذا تحديد الثوابت لدينا. دعونا نقيم هذا الخط، ويمكننا أخذ المشتقات أيضا إذا أردنا. ما هي المشتقة؟ سأكتبها هنا فوق، أي dx dt المشتقة لصفر هي صفر، و dy dt سوف تساوي مشتقة هذا فقط ناقص 1. إذن 2 ناقص t، مشتقة ناقص t هي فقط ناقص 1. دعونا نجزئ هذا فقط، لذلك لدينا هذا الشيء هنا. لدينا التكامل على طول C2، بدلا من كتابة C2 سأزيل
تي 2 هنا سنقول أننا ننتقل من تي تساوي 0 إلى 2 لـ F الـ XY لـ F الـ XY تماماً. أضع هنا هذا الشيء X زائد Y تربيع ثم ضرب DS ضرب DS. عرفنا من خلال فيديوهات عديدة أن DS نعيد كتابتها هي الجذر التربيعي لـ DX DT تربيع أي صفر تربيع زائد dy dt تربيع أي ناقص واحد تربيع هو واحد. كل هذا ضرب dt من الواضح أننا سنتخلص منه بسهولة حيث الجذر التربيعي لصفر زائد واحد يصبح واحد. ثم ماذا عن x؟ x إذا كنا نكتبها كمحددة للثوابت لدينا فهي دائما ستساوي صفر، ومن ثم y تربيع ستكون 2 ناقص t تربيع، هذا سيكون 2 ناقص t تربيع، لذلك هذا شيء كامل مبسط لتكامل. سننتقل من t تساوي 0 إلى t تساوي 2 و x ستختفي، هي محددة الثوابت لدينا، x تبقى 0 بغض النظر عن t. ثم لديك y تربيع، لكن y هي نفس الشيء 2 ناقص t، إذن 2 ناقص t تربيع. ثم لديك dt تضعها هنا، هذا جميل وواضح. أنا دائما أجد أنه من الأسهل عندما تجد التكامل هذا رغم أنك تستطيع فعل ذلك ذهنيا، أنا أفضل في الواقع ضرب خارج الحدين. إذا ستكون مساوية للتكامل من t تساوي 0 إلى t تساوي 2 لـ 4 ناقص 4 t زائد t تربيع. إذا زائد t تربيع تماما مثل هذا. ثم لدينا dt، هذا جميل ومباشر، هذا التكامل سيكون 4t ناقص 2t تربيع، 2t تربيع عندما تأخذ المشتقة 2 ضرب ناقص 2 ناقص 4t. ثم لديك زائد 1 تقسيم 3 t للقوة 3، هذا تكامل بسيط سنقيمه من 0 إلى 2، دعونا نحسبه عند 2، إذن 4 ضرب 2 هو 8، دعوني أختار لون جديد، إذن 4 ضرب 2 هو 8 ناقص 2 ضرب 2 تربيع أي 2 ضرب 4، إذن ناقص 8 زائد 1 تقسيم 3 ضرب 2 تكعيب، إذن 1 تقسيم 3 ضرب 8، هذا يلغي بعضه، لدينا 8 ناقص 8 فقط بقي 8 تقسيم 3، يصبح فقط 8 تقسيم 3، نضع 0 ناقص 0 فتصبح 0، إذن تكون 0 فقط حيث لدينا 4 ضرب 0 كذلك 2 ضرب 0، إذن ناقص 0 تماما مثل هذا. وجدنا المساحة السطحية للجدار الثاني، هذا بدوره يكون هنا 8 تقسيم 3، لدينا الجدار الأخير نضيفه لهم، عندنا الجدار الأخير سأعمل تحديد للثوابت، أريد الرسم البياني هنا، حسناً أستطيع أن ألصقه ثانية، هذا الرسم البياني ثانية، والآن سنعمل الجدار الأخير، الجدار الأخير هو ذلك الموجود هنا الذي كتب عليه C3،
دعوني أغير اللون هنا. هذا سي، سنذهب على طول المحيط سي ثلاثة لإف الإكس واي دي أس. هذا نفس الشيء، دعوني أعمل تحديد الثوابت على طول المنحنى. إذا قلنا فقط إكس تساوي تي، ببساطة تي أكبر من أو تساوي صفر وأقل من أو تساوي اثنين، وهذا طول الوقت ونحن على طول المحور إكس، فإن واي ستساوي صفر. تحديد الثوابت هذا واضح، سيكون مساويا سننتقل من تي تساوي صفر إلى تي تساوي اثنين. إذن من تي تساوي صفر إلى تي تساوي اثنين لإف الإكس واي، بالاعتماد على إكس الآن، إكس زائد واي تربيع ضرب دي أس. ماذا عن دي إكس؟ حسناً، دعوني أكتب هنا دي أس ضرب دي أس، وهذا ما نتعامل معه. الآن نعرف ما هي دي أس. دي أس تساوي الجذر التربيعي، الجذر التربيعي لي دي إكس دي تي تربيع زائد دي واي دي تي تربيع ضرب دي تي ضرب دي تي. أثبتنا هذا في أول فيديو، ربما لم نثبتها بدقة لكننا حصلنا على مفهوم لها، ما هي مشتقة إكس بالنسبة لي تي. حسناً، هذه فقط واحد، إذن هذه ستكون واحد، إذن واحد تربيع نفس الشيء، ومشتقة واي بالنسبة لي تي، إذن هذا صفر، واحد زائد صفر هي واحد، والجذر التربيعي لواحد هو واحد، إذن هذا فقط يصبح دي تي. إذن دي أس ستساوي دي تي في هذه الحالة، تصبح فقط دي تي، ثم ستكون إكس لدينا تساوي تي في هذا الجزء من تعريفنا لتحديد الثوابت لدينا، وواي هي صفر، إذن يمكن تجاهله، هذا تكامل فائق البساطة. ثم نبسط إلى، سنذهب من صفر إلى اثنين لي تي دي تي، الذي يساوي التكامل لي تي هو فقط واحد تقسيم اثنين، واحد تقسيم اثنين تي تربيع، سنذهب من صفر إلى اثنين، والذي يساوي إذن واحد تقسيم اثنين ضرب اثنين تربيع، إذن اثنين تربيع هي أربعة، ضرب واحد تقسيم اثنين هي اثنين، ثم ناقص ناقص واحد تقسيم اثنين ضرب صفر تربيع، إذن ناقص صفر، إذن مساحة الجدار الثالث هنا فقط اثنين. واضحة جدا، نكتب هنا المساحة، المساحة هي فقط اثنين. للإجابة على سؤالنا ما مقدار التكامل الخطي فوق المسار المغلق لـ F الـ XY؟ حسناً، نضيف فقط هذه الأرقام، لدينا 4 زائد 2 باي زائد 8 تقسيم 3 زائد 2. حسناً، إذن 8 تقسيم 3 هي نفس 2 و2 تقسيم 3، ثم 4 زائد 2 و2 تقسيم 3 هي 6 و2 تقسيم 3 ثم زائد 2 أخرى، كل شيء يصبح 8 و2 تقسيم 3، وإذا كتبناهم كعدد مختلط زائد 2 باي انتهينا. الآن سنبدأ في حل التكاملات الخطية لاقترانات متجهة القيمة. إلى اللقاء.